بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إحنا بدينا في المحاضرة السابقة نحكي عن الستيك هولدرز، عرفنا إيش الستيك هولدرز، وبدينا بدنا نحكي عن الأناليسيس تبع الستيك هولدرز. والمقصود هنا في الأناليسيس بدنا نعرف موقف كل واحد من الستيك هولدرز من البوليسي اللي إحنا بدنا نحكي عليها، بدنا نعرف قديش هو موافق عليها، قديش هو معارض لها، قديش هو الباور اللي بيقدر يأثر انه يساعد انه تمشي البوليسي هذه، او انه له باور تكون مضادة انه البوليسي هذه ما تمشيش. وبالتالي بدنا في كل ستيك هولدرز نعرف هل هو بيعرف البوليسي هذه ولا لا. knowledge of the policy، interest related to the policy، هل هو موافق ولا neutral ولا معارض. position الانترست انه هو ايش بيستفيد منها. البوزيشن هل هو موافق او معارض عليها. او potential alliance with other stakeholders، هل هو يعني في عنده مقدرة انه يتحالف مع ناس تانيين، يعمل جبهة زي ما بنقول، جبهة مؤيدة او جبهة معارضة، تعرف في وقت الازمات وقت المصالح اللي بيكونوا احيانا اعداء ممكن يتجمعوا مع بعض، سواء المصلحة هذه بتمسهم بالخير ممكن يتجمعوا لها عشان تمشي، او ممكن تضرهم على اساس انه ممكن يوقف فيها. يمكن اوضح مثال عندنا الحين، اذا انتم ملاحظين الحكومه عملت قبل فتره انه قرار انه اصحاب مواتير الكهرباء الخارجيه هذه ينزلوا سعر كيلو الكهرباء ل 2 شيكل ونص. لو كان اثنين في المنطقه تبعتكم بتنافسوا انه تبعين مواتير انه بدهم يجذبوا الزبائن، فهم اعداء، وممكن وصلت في بعض الوقت انهم يتكاتلوا وطوش وشرطة. بس هالحين لأنه هم التنين بدهم يتأثروا، لأنه هذا بدل ما كان يبيع كيلو الكهرباء بأربعة شيكل بده يصير يبيعه باثنين شيكل ونص، هدول التنين ممكن يقدروا يتحالفوا مع بعض، وبالتالي على أساس إنهم يعارضوا المصرف. طبعا أنا يمكن أحكي على الموضوع هذا لأنه اللي صار إنه الحكومة نسيت الستيك هولدرز هدول اللي هم أصحاب المواتير، وراحت قالت عملنا لجنة ولقينا انه المستهلك بيدفع مصاري اكثر من اللازم، انه سعر كيلو الكهرباء مكلف شيكل ونص او حاجه زي هيك، فلما يبيعوا صاحب الموتور ب 2 شيكل فهو مستفيد، وال الكونسيومر الناس برضه استفادت. نسيوا بشكل كبير اصحاب المواتير. لو جيت تسحب من اصحاب المواتير بيقول لك ماشي يا عم، انا بشغل الموتور تبعي بيطلع لي مثلا 1000 كيلو وات في الساعه وشي زي هيك، بس انا مش كل الناس بتبقى يعني مستفيده من كل الكهرباء، يعني في ناس مثلا بتطفي ثلاجاتهم بتطفي مكيفاتهم فانا ال 100 كيلو هذول اللي بطلعن ببيع 50 من هنا و50 بروح انهدر، وبالتالي انت جيت حسبت على اساس انه انا بايع 100 كيلو، بس لا انا مش بايع 100 كيلو، انا بايع 50 من هنا وال50 التانيات انا ما استفدتش منهم، وبالتالي انا ب 2 شيكل ونص خربوا. فايش اللي صار؟ اصحاب المواتير وقفوا المواتير. ايش اللي صار؟ اللي احنا جينا بدنا ننفعهم اللي هم اهالي المنطقه صاروا يحتجوا، يا عم احنا قاعدين في العتمه، يا عم احنا مش عارف ايش. بعض الناس قالت لك رجعنا للمواتير العاديه تبعت البنزين وهذا والدوشه تبعتهم وريحه الدخن تبعتهم، فصار في خلل. طبعا هنا ايش اللي صار قبل يومين؟ انه الحكومه تراجعت في القرار هذا، وطبعا صار تدخل القوى السياسيه والامنيه والاسلاميه والمش عارف ايش بسموهن، ووصلوا لحل انه يرجعوا يبيعوا كيلو الكهرباء ب 4 شيكل، ويعملوا لجنه فيها تشمل الخبراء وتشمل اصحاب المواتير وتشمل جزء من الحكومه. المفروض اللي كان يصير من الصح من الاول، عشان نشوف انه بدنا اقل ضرر لكل طرف من اطراف المعادله. بدنا نشوف الابيليتي تو افكت ذا بوليسي بروسيس، الباور اللي بيعمل والقدره على القياده لهذا الانسان، لانه ممكن يكون عنده باور اللي تساعد في تنفيذ البوليسي، او يكون عنده باور انه في انه البوليسي ما توقفش، او القدره على القياده تبعته، ممكن ما يكونش معاه فلوس ولا شيء انما بيقدر ياثر، يعني مختار في اهل المنطقه يجي يقول مثلا اجوا قالوا بدنا نعمل المدرسه هذه اللي جنبنا بدنا نعملها مركز حجر لتبعين الكورونا،
واجوا ناس فهموهم انه هذا الكورونا بتنتقل وممكن يصير عندكم كورونا، اجى المختار تبع المنطقه يا جماعه هيك هيك، حمس الناس حمس الشباب وقفوا ممنوع تعملوا عندنا مركز للحجر. في 8 خطوات حنحكي عنهم خطوه خطوه ان شاء الله في البوليسي في الستيك هولدر اناليسيز. الخطوه الاولى طبعا البلاننج بروسيس، انت لما بدك تطبخي طبخه في الدار يوم الجمعه بدك تعملي مقلوبه ولا مفتول قبلها بيوم، ايش بدنا؟ هات لنا لحمه، هات لنا بندوره وبصل وقرع وجراد ومش عارف ايش، بحكي على المفتول انا الحين. وبالتالي بتحضر حالك. Selecting and defining a policy، طبعا بدنا نكون ايش البوليسي اللي بدنا نحكي عنها، طبعا كل الخطوات هذول رح نحكي عنها الحين. Identify key stakeholders، بدنا نعرف مع مين بدنا نحكي. Adapting the tools، بدنا نختار الوسيله والاسئله اللي بدنا نسالها للناس هذول. Collecting and recording the information، بعد هيك بدنا نقابلهم ونجمع بيانات منهم. والبيانات هذه will fill it in a stakeholder table، حنحكي عن table معين. And بعد ما نخلص التيبل بدنا نحلل التيبل هذا، وفي الاخر بدنا نطلع ريكومنديشن لصاحب القرار او البوليسي ميكرز اللي بده يصنع القرار هذا. نيجي للخطوه الاولى بلاننج ذا بروسيس، اللي طبعا اول خطوه انه في الستيك هولدر اناليسيز انه انا بدي اعرف البوربس اوف ذا اناليسيز، بدي اعرف اتخذ قرار ما اتخذش قرار، استنى لقدام شوية. Identify the potential users of the information، بدي أعرف مين الناس اللي حيستفيدوا أو حيتضرروا، مين الناس اللي عندهم information، عشان مين الناس اللي لهم، بدنا أحدد الـ stakeholders خلينا نقول. And devise a plan for using the information، طيب الـ information هذه اللي بدها تطلع من هنا ما بدي تنحبس في الإدراج، بدي أعرف كيف بدي أستخدمها. طبعا مين اللي بيشكل الجروب هذه؟ اللي هو المؤسسه اللي بدها، خلينا نرجع لموضوع قصه المواتير. المؤسسه اللي بدها تطلع القرار، قبل ما بدها تطلع القرار بدها تعرف ايش الارضيه تبعتها، وبالتالي هي اللي بتشكل الجروب تبعت الاناليست المحللين، اللي هو الناس اللي زي كل بدرسوا بوليسي اناليسيس. أول خطبة we need to identify and train a working group، المجموعة اللي بدها تجمع لنا البيانات. The sponsor اللي هو خلينا نقول هنا في حالتنا هنا وزارة الطاقة. The sponsor of the activity should form a small working group. Sponsor الراعي، صاحب اللي بده الإشي ينعمل له. بدنا نشوف 3-4 أنفار، طبعا الجروب يفضل من 2-4 حسب ضخامة المشروع، بس كل ما كان الإشي محدود كل ما كان أكثر. Whose member will be interviewers and analysts for the stakeholder analysis، طبعا المجموعة هذه هي اللي بدها تقابل الستيكهولدرز، وهي اللي بدها تحلل البيانات اللي بدها تاخذهم منهم، وهي اللي بدها تيجي تعمل لنا كوزارة الطاقة تدينا يعني بدها تدينا recommendation إنه ايش الخطوة الجاية اللي نعملها. Develop a plan and time plan، الحين الخطة واخترنا المجموعة. Working group should identify the specific steps to be taken، الحين هم اخترنا المجموعة، المجموعة دول 3-4 انفار بدهم يقعدوا مع بعض، ايش اللي بدنا نعمله خطوة خطوة خطوة، 1 2 3 4. بالتالي بدهم يتبعوا الجايدلاينز، بدهم يعرفوا وقتيش بدهم يحددوا التايم لاين لهم، بدهم يعرفوا وقتيش بدهم يخلصوا القصه هذه. طبعا كل ما كان الاشي يعني مستعجل اكثر كل ما كانت النتائج الى حد ما ممكن تكون فيها شويه سلق ومش معروف، وممكن تكون مسليدنج. وبالتالي الموضوع بده يكون الوقت كافي للناس هذول انهم يقابلوا العدد المطلوب من ستيك هولدرز على اساس يقول لك انه هذا معك وهذا بالضبط. النقطة الثانية او الستيب الثانية selecting and defining a policy، ممكن طبعا تكون هاي الخطوة الأولى. طبعا تعريف policy كذا مرة، المقصود هنا فيها انه it refers to any national، أي شيء على مستوى الدولة، أو regional على مستوى المنطقة،
يعني المحافظة أو لوكال على مستوى حي أو مكان محدد، أو على institutional على مستوى مؤسسة، سواء كان هذا project أو program أو law أو regulation أو rule أو أي حاجة، سواء قانون سواء مبادرة سواء برنامج معين، كله بينطوي تحت كلمة policy. طبعا البوليسي هذه لازم تكون محددة وديفاينبل. خلينا نرجع نقول هنا بدنا نرخص تسعيرة كيلو الكهرباء تبع المواتير اللي برا، هاي البوليسي تبعتنا. The policy should be socially and politically controversial. Controversial اللي هو معناها مثيرة للجدل. فطبعا هنا لما جينا نقول بدنا نرخص تسعيرة الكهرباء صار في جدل كتير. في ناس معها، طبعا الناس المستفيدين اللي هو الكونسيومرز، في ناس ضدها أصحاب المواتير. So that the merits the investment resources required to determine what aspects are controversial and true. بالتالي من الخطوات اللي بدنا نعملها بدنا نحدد انه هاي مثيرة للجدل لمين، كل واحد ايش البوزيشن تبعه، مين اللي موافق ومين اللي معارض. The policy should be key to current reform efforts and important enough to justify the resources that will be needed to implement recommended actions that emerge from the analysis. طبعا ما بدنا نيجي على شيء مجمع عليه. لو جينا بدنا نقول بدنا نعمل policy، بدنا نشوف حل، او بدنا نوجد تطعيمات او ادويه للكورونا، هذه الكل مجمع عليها، محدش راح يقول لك لا. انما ارجع على قصة مواتير الكهرباء، لا، في ناس معها وفي ناس ضدها، وبالتالي بدها تكون يعني زي ما نقول بدها تكون اشي مستاهل الوقت والفلوس اللي بدها تنصرف على الستيكهولدر اناليسيس. الخطوة الثالثة في الموضوع identify key stakeholders، بدنا نحدد مين اللي بدنا نقابلهم. في الخطوة الأولى compile يعني اجمع، and review existing information، بدك تبدأ تقرأ في الوثائق الموجودة عندك. طبعا الكلام الحين كل الشغل صار على working group. The working group should gather and analyze any written documents، بدك تبدأ تجمع في الوثائق الموجودة عندها، تقراها، تفهم إيش اللي فيها للعلاقة علاقة في البوليسي هذه. هذا الكلام راح يساعدهم إنهم يحددوا البوتنشال ستيك هولدرز، الناس اللي ممكن يأثروا سواء سلبا أو إيجابا في اتخاذ القرار للبوليسي. بالتالي بنحدد البوتنشال ستيك هولدرز and perhaps their connection to the policy، وإيش علاقتهم في البوليسي وإيش الباور تبعتهم إنهم يأثروا في البوليسي. الخطوة الثانية، قرينا الوثائق وقرينا هذه، بدك تبدأ تعمل ليستة في الـ possible stakeholders، هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن. في الأول خالص first identify all actors، بدك تحدد كل الناس اللي ممكن يتأثروا أو يأثروا في البوليسي هذه. So identify all actors who could have an interest in the selected policy including actors outside the health sector. إذا بدنا نحكي على مؤسسة على بوليسي العلاقة بالصحة، خلينا نقول البوليسي تبعتنا بدنا نوفر تطعيمات لقطاع غزة ضد الكورونا. طب وأنا بدي الستيك هولدرز اللي برا وزارة الصحة وزارة المالية، أو بدي دونرز من برا، بدي مؤسسة كذا، مؤسسة ماب ميديكال ايدز فور فلسطين، أو WHO أو USAID أو مش عارف ايش. فهاي external stakeholder. ال internal stakeholders اللي هم الناس المعنيين في وزارة الصحة. يعني أنا لما أجي أقول بدي أطعم الناس، طب أنا لما تيجي تقول لي كعيادة، طب أنا بدي استف زيادة لأنه كل الناس بدهم يجوا الطعم. طب بالتالي بدك توظف لي ناس جداد ولو على البطالة، على بند البطالة أو ما يحزنون. هل التطعيم هذا يعني زي البي سي جي بده تدريب ناس كيف مثلا يطعمون، اذا الوسيله زي البي سي جي بنعطى انتروديرمال ولا شيء؟ فهذا بصير الناس
المؤسسة، الناس اللي في داخل المؤسسة الصحية بدنا نسميه أو سميناهم قبل هيك internal stakeholder. تالي بدنا نحدد الستيكهولدر سواء داخل أو internal أو external that can affect or be affected by the policy، إنهم يأثروا أو يتأثروا في البوليسي. Develop a list of priority stakeholder with input from the experts. طبعا ممكن الاكسبرتس اللي عندك المحطين فيك اللي انت ممكن تستشيرهم يدلوك يقول لك فلان او علان او ما شابه، بس الاكسبرت هذول مش لازم يكونوا ستيك هولدرز، يعني ممكن يعمل لك مسليد. اذا اي واحد انت ممكن في بوتنشال تقابله ما تسالوش مين اقابل، لانه اذا البوزيشن تبعه انه انا ضد البوليسي هذه راح يدلك على الناس اللي زيه، او العكس اذا هو مؤيد للبوليسي هذه راح يدلك على الناس اللي عنده. بعد ما حددت الليستة طبعا انت مش ممكن تقابل كل الناس هذولا، بدك تاخذ وجهات نظر، مثلا انه مثلا المؤسسات ممكن اخذ واحد او اثنين منهم، الدونرز ممكن اخذ واحد او اثنين منهم وهكذا، لانه احنا بنكون قلنا متفقين انه في وقت محدد عشان تعمل البوليسي تبعتها. طيب identify these ideally these experts should not be the stakeholders themselves، حكيناها. هذا سامبل للتيبل اللي ممكن يكون معنا اللي بدنا نحدده، مثلا السيكتور الانترناشونال ايجنسيز، حددنا المؤسسات اللي ممكن تساعدنا في هنا، طبعا هذول اكسترنال، بدي كم واحد اقابل من الناس هذول والريزون ليش بدي اقابلهم. الناشونال بوليتيكال، المؤسسات الموجودة لها علاقة في الموضوع من ناحية سياسية، provincial اللي هو على إقليمي، أو congressional على مستوى جهاز التشريع الممثلين التشريعيين، بدي ثلاث أنفار وليش أنا بدي أقابلهم، أو provincial governor اللي هو الحاكم تبع المنطقة أو الإشي زي هيك، الناس المتمثلين في المنطقة. أو طبعا إذا بدنا نحكي على مؤسسة بدنا نحكي على مدير المستشفى أو مدير الإشي، طبعا هذول إذا كانوا في حالتنا هذه الحكام هذول external بدي أقابل اثنين والأسباب تبعتهم. الpublic entities المؤسسات الأهلية زي الوزارات، وزارة الصحة وما شابه، بدي central level زي الاكزيكتيف بلاننج، الناس المسؤولين في الوزاره، الناس اللي بتخطط، الناس المسؤول عن البادجت، الهيومن ريسورسز، الناس التشغيليين، بدي اقابل 8 تنفار منهم وليش. برضو او بدي اقابل بروفينشال اند لوكال ليفلز، انه الناس مدير مستشفى، مدير عياده او حاجه، او مدير المنطقه الصحي او ما شابه، بدي اقابل 12 نفر وليش. النقطة الرابعة adapting the tools، انا بدي ابدا احط الاسئلة اللي بدي اسالها للناس هذول. So the working group should plan to interview the priority stakeholders. لاحظوا هنا احنا بعد ما حددنا ابصر كم واحد استقرينا من النيابة 12 8 20 هي 25 هي 29 30 نفر. بدي احط بلان انه انا احنا اربعة انفار مثلا بدنا انه هدول حوالي 30 نفر، كل واحد بده يقابل حوالي 8 ل 9 انفار، انت بدك تقابل فلان وفلان وفلان. طيب بدنا نتفق على الاسئله اللي بدنا نسالها للناس هدول او الشيت. هذا يمكن تدريب يكون لكم على اللي هو الكواليتيتيف ريسيرش، ما هي هذه نوع من انواع الريسيرش بالمناسبه. انتوا اعتقد بتاخذوا ريسيرش الحين لما انت بدك تيجي تعمل بحث، بدك تطور الأداة اللي انت بدك تستخدمها سواء كانت كويستشنير، وانا ممكن نسميها كويستشنير طبعا، سواء للكواليتيتيف او الكوانتيتيف. ف the working group should plan to interview the priority stakeholders identified اللي حكينا عنهم في الاول، to gain accurate information on their position بالنسبة للبوليسي، الانترست قديش بيستفيد او بتضرر من البوليسي، وقديش بيقدر يأثر on the ability to affect the process سواء مع أو ضد تنفيذ البوليسي. The following tools can be used for gathering and analyzing this information. النقطة الأولى definition of the stakeholder's characteristics، stakeholder table كله هنحكي عنه،
and interview questionnaires and the protocols ونعمل reference chart في الآخر كلهم حنحكي عنهم كلهم. طبعا من أسهل الحاجات اللي هو definition of the stakeholder characteristics إنه هو إحنا بدنا نحدد أو الجروب اللي بهذا to define the exact stakeholder information or characteristics to be considered اللي هم الحين جايين عندنا. إيش هم؟ طبعا ما بنضيفش ما بنكتبش اسم فلان وعلان زي ما بتحطوا في الريسيرش، بدنا نحط لكل واحد رقم. ايش البوزيشن تبعه؟ هل هو مدير؟ طب مدير اي مستشفى؟ هل هو انترنال او اكسترنال ستيك هولدر؟ الليفل اوف نولج عن البوليسي، اذا بيعرف كثير عن البوليسي بنعطيه سكور 3، اذا نص على نص زي ليكارت سكيل عباره عن ليكارت سكيل، اذا ما عرفته نص على نص بنديه رقم 2، اذا ما بعرفش حاجه خالص بنعطيه 1. البوزيشن تبعه اذا سبورت للبوليسي بنكتب عليه اس، اذا اوبوز ضد البوليسي بنكتب له او، اذا لا مع ولا ضد بنكتب له حرف الان نيوترال. الانترست هل هو بيتاثر سلبا او ايجابا في الادفانتج للبوليسي بالنسبه له او في ديس ادفانتج؟ طبعا اذا في ادفانتج للبوليسي له هيبقى سبورتر، اذا في ديس ادفانتجز هيبقى معارض لها. الالاينس مقدرته انه يتحالف مع ناس تانيين، سواء يتحالف انهم يعملوا سبورت للبوليسي او يتحالف انهم يعملوا معارضه للبوليسي. ريسورسز اذا انا بدي فلوس وبدي حاجات لهيك لتنفيذ المشروع، هل هذا بيقدر يديني اي ريسورسز سواء كانت فلوس سواء كانت عمال او بني ادمين او تكنولوجي يتبرع لي بالكمبيوترات او بوليتيكال سبورت انه يحيد الناس يخليهم ياثروا او يعارضوا او يأيدوا الموضوع. The ability of the stakeholders to mobilize resources should be quantified in terms. بدنا نحط له ارقام في الاخر. اذا بيقدر، طبعا احلى حاجه اكبر رقم عندنا 3 معناته the stakeholder can make decisions regarding the use of the resources in his or her organization. يعني لو جينا على مستوى المؤسسه الجامعه الاسلاميه، مين بيقدر يقول انا بقدر؟ يعني خلينا نقول وزارة الصحة اجت بدها تعمل قرار بدنا نرجع ندرب طلاب التمريض هناك، بس عشان كل طالب يتدرب، كل طالب بده يجي ومعاه جلافز ومعاه الماسكات تبعته ويلبس جاون ويلبس مش عارف ايش، مين بده يوفر له هدول؟ الجامعة تبعته. انا كناصر ابو النور مدرس في الجامعة بقدر اقول بدي اوفر له؟ لا. انما مدير الجامعة او رئيس الجامعة بقدر اقول انا بوفر له لانه ما عارف ايش البادجت اللي معاه. النقطة رقم 2 انه the stakeholder is one of several persons that make decision regarding the use of the resources. خلينا على موضوع الجامعة. رئيس الجامعة باخذ 3، نواب الرئيس او رئيس المالية ومش عارف ايش، هذا ممكن ياخذ 2. او النقطة 1 the stakeholder cannot make decisions regarding the use of the resources. مدرسين بيقدروش يقول لك انا بقدر اجيب لك من الجامعة كذا وكذا. بالتالي بوقت واحد. الباور، ايش معنات باور؟ refers to the ability of the stakeholder to affect the implementation of the health policy due to the strength or force he or she poses. النفوذ تبع البني ادم هذا قديش؟ هل اذا كان النفوذ تبعه عالي نعطيه 3 هاي باور، اذا نص على نص نعطيه 2، إذا ليتل باور بنعطيه 1، نرجع رئيس الجامعة الباور تبعته كبيرة بنعطيه 3، العمدة بنعطيهم 2 لأنه الباور تبعتهم نص على نص، المدرسين والطلاب الباور تبعتهم محدود بنعطيهم 1. النقطة التاسعة اللي هو الليدرشيب، willingness to initiate إنه القدرة أو المبادرة أو الإرادة تبعته إنه يبدأ يعمل أو يدعو لا أو to lead an action. الحين لو أنا جيت قلنا بدنا نعمل اعتصام في الجامعة مش عارف ايش، حد بسمع لي؟ لا. بس لو أجى نقيب الموظفين
الجامعة الإسلامية وقال بدنا نعمل اعتصام، بتروح تلاقي عام ناس عاملة اعتصام. فما قدرته البني آدم هذا إنه يدعو لاعتصام وينفذ اعتصام أو يعمل أكشن أو يدعو لأكشن أو يقود أكشن، فهذا نعطيه. إما إذا الإنسان هذا قادر على إنه يعمل الإشي هذا بنقول يس، إذا ما بقدرش بنقول عنه. طبعا هذول بدنا نلخصهم في تشار النولج، هي حسب النولج قلنا 3 أو 2 أو 1، إنه مقدرته إنه يعمل ديفينيشن للبوليسي. البوزيشن تبعه كبني آدم هو إنه سبورت أو moderately support أو neutral أو moderately oppose أو oppose بالنسبة للناس التانيين اللي حواليه. يعني ممكن يدلنا إنه يقول لك والله أنا موافق بس عندي مشكلة في العمدة مش موافقين، فهذا ممكن هنا يدينا كلو أو يدينا انطباع عن إيش الوضع في المؤسسة تبعته. وهذه اليهود شاطرين فيها، لما بدهم اي حاجه بقول لك طلع على منتني والله انا موافق ومش عارف ايش، بس بدي ارجع لمجلس النواب تبعي وانا عندي معارضين ومتشددين وبصر الشوة. بدي له فرصه لحاله انه يكسب اكبر قدر ممكن على الصعيد السياسي. الانترست تبعتهم انه ايش الادفانتج لهم، حيستفيدوا كذا كذا، ايش الديس ادفانتج، حيضروا كذا كذا. لو انا برجع قصه مواتير الكهرباء، هاجي اقول لو انا بقابل الستيك هولدر تبعي صاحب موتور، هقول والله انه هذول حيخسروا هالقد وهالقد فلوس. لو انا بقابل ناس من المجتمع المختار تبع المنطقه هذه، هقول والله الناس هذول الكونسيومر في لهم ادفانتج لانهم بيستفيدوا ورخص عليهم الكهرباء. الاينس، هل هذا بيقدر يتحالف مع ناس ثانيين؟ الستيك هولدرز تبعين المواتير بيقدروا يتحالفوا معنا، وتحالفوا ووقفوا المواتير كلهم مع بعض. طيب على الناحية الثانية الكونسيومرز، الكونسيومرز قادرين ياخذوا موقف؟ لا والله ما هم قادرين، ما حدش بتقول بدنا، بتقول بدنا في عندنا مشكلة في الحارة، بدنا المي بتجينا ضعيفة وكل 4 5 أيام، بتقول يا جماعة بدنا 5 6 أنفار نروح على على البلدية، بتلاقيش نفرين يطلعوا معك في الآخر. الريسورسز قلنا بدنا نديها سكورات، إذا بيقدر يدينا مثلا مبلغ كبير من المصاري حسب المبلغ هذا اللي احنا نعطيه، نعطيه 3 2 1. طب هو بيقدر يعمل موبلايزيشن للريسورسز برضه، إذا كان رئيس الجامعة أو رئيس مؤسسة، إذا الناس الأقل منه درجة 2 أو الناس اللي زي حالاتي ما بيقدرش خالص. الباور تبعته، إذا عنده باور ونفوذ عالي قلنا 3 أو 2 أو 1، إذا ما عندوش باور. والقدرة انه تريد يا يس او نو، كلهم لخصناهم في تشارت صغير. بعد هيك انترفيو كويستشنير اند بروتوكول، حددنا ايش اللي بدنا نعمله. So once the working group has chosen and defined key stakeholders characteristic تبعتهم، وعرفنا مين اللي بدنا نقابله، بدنا نحدد الأسئلة بالضبط اللي بدنا نسألها، الكويستشنير ستاندرد، عشان ناصر لما يروح يقابل محمد يسأله نفس الأسئلة، وسعيد لما يروح يقابل عبد الله يسأله نفس الأسئلة. لازم يكون إشي موحد والجهد موحد. هذا The stakeholders should not complete the questionnaire themselves، هم ما بيكملوا ولا أنت بتدي له السؤال وهو يقعد يجاوب، لا، أنت المقابل interviewer، أنت بني آدم اللي بدك تعمل مقابلة بتسأل الأسئلة تبعتك، ويفضل طبعا هنا إنه تسجل عشان أنت ممكن في تنسى في البيت أو لما تروح، إذا في حاجة ما استرجعتهاش أو إيش بترجع للتسجيل تبعك، أو إذا بتكتب بسرعة أنت بمشي الحال برضه. بس أنا بفضل التنين يكتب ويسجل في نفس الوقت. طبعا الأسئلة اللي بدك أسألها should be clearly stated، تكون specific، تكون open ended، مش تجاوبها أو لا، أنت بدك أكبر قدر من المجموعة عشان تطلع بانطباع واضح من القصة هذه. ولكن أحيانا asking direct question ممكن يكون مش مريح لبعض الناس، مع أنه هو the most official. إيش رأيك في الموضوع الفلاني الفلاني؟
ولكن احيانا بدها شويه لف ودوران، لانه بعض الكونسيومر او بعض الستيك هولدرز may not be accustomed، مش متعودين to communicating in such a direct and candid manner، انه يتحدثوا بطريقه واضحه وكانديد صريحه، وبالتالي ممكن يلف ويدور فيك، وبالتالي انت interviewer need to be clever، يعرف ايش السؤال اللي بده يساله وكيف يساله ووقتيش يساله. طيب في عنا اخر حاجه، اخر سلايدتين نحكي عن حاجه اسمها reference chart. So this chart serves two purposes. طبعا انت اللي بدك الشارت انت اللي بدك تعبيه. To provide a means of checking that all the stakeholders' characteristics are covered in the interview question. هذا المفروض فيها زي تشيك ليست، انه انا سالت هذا السؤال عشان بغطي المنطقه هذه، عشان بديني فكره عن النولج، بديني فكره عن الباور. الحاجه الثانيه to aid the working group in transferring the information from the questionnaire to the stakeholder table. احنا بعد ما عملنا المقابله وهذا بدنا نفرغ المقابله هذه في تيبل، التيبل هذا حنجي ان شاء الله في المحاضره الجايه. The reference chart should be developed after the interview questionnaire and the stakeholder table طبعا بعد انت ما عملت التول تبعتك، بعد ما عملت الاسئله تبعتك، انت بدك تحط للتشارت. خلينا نروح على التشارت هنا. هيات هذا الريفرنس تشارت بديني هل هذا انترنال ولا اكسترنال، هذا واضحه، بس خلينا نيجي عشان انا اعرف الليفل اوف نوليدج، بدي اساله سؤال من سؤال رقم واحد، سؤال رقم اثنين، وسؤال رقم ثلاثه. انا اذا بدي اعرف كل نقطه لاحظ هنا البوزيشن تبعه، هذا بقدر اعرفه من سؤال 6 و7 و9 والاسئله رقمها، اذا بدي اعرف الانترست تبعته، طبعا ممكن سؤال يدي لك يخليك يعني تعرف اكثر من حاجه هنا، مش عارف هنا في عندنا امثله، هذا سؤال 6 و7 و8 و9 او 6 و10 و11 و12، مش عارف، مش واضح عندنا امثله، طبعا ممكن فيه يكون في تداخل في الاسئله، فانا واضح انه التشارت تبعي هذا عشان احصل على المعلومه هذه بدي اسال سؤال كذا وكذا وكذا، عشان احصل على المعلومه هذه بدي اسال سؤال كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا متوقع في الايديال ستيك هولدر اناليسز انه تاخذ المقابله من ما بين ساعه ونص لساعتين، وبالتالي بدك ترتب لها كويس، تاخذ معاد كويس قبل ما تروح تنفذ المقابله. نوقف هنا ان شاء الله، والمحاضره الجايه بنكمل بقيه المحاضرات الاسبوع هذا. استودعكم الله.